استاذ هادي، الجهات التي نعم. تحمي المطار هي جهات ميليشياوية أم جهات حزبية أم جهات قانونية، وبأمر من تسيطر على المطار؟ هكذا فهمت أنا هذا السؤال. شركات أحزاب، شركات ملتزمة المطار وتحميها الجماعات المسلحة. الشركات هاي شركات أمنية تحمي المطار، الجماعات المسلحة شنو علاقتهم؟ احنا في حديثنا اغلب يعني كلامنا احنا لا نسمي ولكن نتحدث بصورة عامة، نتحدث بصورة عامة ان الموضوع هكذا، واغلب العراق والنجف ليش يعرفون هذا الموضوع. رئيس الوزراء اكثر من مرة نتحدث مع السيد رئيس مجلس الوزراء بموضوع المطار وسيطرة الجماعات المسلحة على مفاصل المطار، الساحات والعقود وعقود جميع التعهدات، جميع المقاولات تابعة للجماعات المسلحة، شركات تابعة للجماعات المسلحة، ولحد الآن أموال مجهولة، لا 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 أحد يعلم أين تذهب هذه الأموال. يعني على سبيل المثال المنافذ، المطار يعتبر منفذ، 50% من إيرادات المطار يجب أن تصرف للمحافظة، لمن تصرف؟ إلى الجانب الصحي والجانب الخدمات. إحنا الآن عندنا مركز الأورام السرطانية ليس فيه علاج، فيه يحتاج هذه الأموال، أموال إيرادات المطار تحتاجها إلى المرضى، عندنا أمراض الفشل التلوي، يعني علاج ماكو. قانون الموازنة من خصص 50% من إيرادات المنافذ من أجل شراء الأدوية للأمراض المزمنة المستعصية، الأمراض الضغط، السكر، الاحتياجات الخاصة، هذه الأموال تخصص لهذه الفئات الضعيفة والمرضى. بالتالي لا تزال هذه الأموال بيد عصابات الجريمة المسيطرة على مطار النجف الأشرف. ونحن طبعا لن نيأس، وعملنا مستمر، متابعاتنا مع المحاكم، متعاملات. ايش قد واردات مطار النجف المحصورة رسميا، المسجلة رسميا، ايش قد تجي منها واردات توصل للدولة لهم الولد ياخذوها؟ اكو عليها رقابة؟ الآن الأموال تم سحب الأموال من التي بي آي وأودعت في مصرف الموصل وأهلي والمصرف الإسلامي أهلي، يعني مصارف أهلية، تم سحب أموال مطار النجف ووضعها في مصارف أهلية. ليش؟ وهي مخالفة كبيرة طبعا. زين السيد رئيس الهيئة حيدر حنون، أنا هذا الرجل أشكر جهوده وأعرف بدأ يشتغل الآن، يعرف أطلعته، قعدت ويا أبو الادعاء العام، قعدت ويا قلت لهم هاي طرقاعتنا، هاي الـ يعني هاي المتابعات يومية على سبيل المثال من جهاز الادعاء العام موجهة إلى هيئة النزاهة. هذا تاريخ 26/1، هاي يوم واحد تأكيد من السيد رئيس جهاز الدعاء العام إلى هيئة النزاهة. أي نعم. هذا موضوع يتعلق بفساد، عدم تنفيذ الأتمتة في وزارة المالية، هذا الموضوع يتعلق في فساد البلدية، هذا في فساد المطار. هذا يوم واحد، يوم 26/4 لديه 22 كتاب وارد إلى هيئة النزاهة يؤكد على الإسراع بحسب ملفات الفساد. زين